طيب انا المطلوب مني ان انا اعرف كل حاجه لوحدها؟ لا، المطلوب ان حضرتك بتربط ما بينهم كلهم، تربط ما بين الاربع حاجات اللي قدامك على السبوره دول. تخلي بالك، اول حاجه لازم تعرف لما بنحط فلز نشط في محلول فلز اقل نشاط ايه اللي بيحصل. اول حاجه الفلز النشط ده بيحل محل الفلز الاقل منه نشاط، يعني هو كان فلز على هيئه ذرات يتحول إلى أيونات، يبقى الكتلة بتاعته هتقل وتركيز أيوناته في المحلول هيزيد. أما المحلول اللي هو كبريتات النحاس مثلا أو محلول الفلز الأقل نشاط، تركيز أيونات النحاس فيه أو تركيز أيونات الفلز الأقل نشاط بيقل والكتلة بتاعته المترسبة بتزيد. طيب في انتقال إلكترونات ولا مفيش؟ في انتقال إلكترونات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الكترونات بتتنقل منين لفين؟ الكترونات هتتنقل من الفلز الاكثر نشاط، من ذرات الفلز الاكثر نشاط الى ايونات او الى ايونات الفلز الاقل ايه؟ نشاط. الانتقال بيكون انتقال مباشر، والانتقال المباشر لا يتولد عنه تيار بينما يتولد عنه طاقه ايه؟ حراريه. يبقى حضرتك كده في عند وضع فلز من فلز نشط في محلول فلز اقل نشاط هيحدث الآتي. قلنا أول حاجة انتقال إلكترونات منين؟ من الفلز الأنشط للأقل إيه؟ نشاط. زميلتكم قالت للفلز الأقل نشاط، هزود عليها كلمة عشان تبقى الجملة صحيحة، لأيونات الفلز الأقل نشاط. وبناء عليه الفلز الأنشط ده هيبقى يعتبر كده بيحصل له عملية ايه؟ أكسدة. يبقى عامل ايه؟ مختزل. يبقى زي ما زميلك قال كده يحصل له ايه؟ يتآكل. يبقى الكتلة بتاعته هتقل وتركيز أيوناته بيزيد. طيب الناحية التانية، أيونات الفلز الأقل نشاط ايه اللي بيحصل لها؟ يحصل لها اختزال، هتكتسب الكترونات. فلما تكتسب الكترونات ويحصل لها اختزال، هتقوم تتحول من ايونات الى ذرات، يقوم يحصل لها ترسب، يبقى الكتله بتاعتها يحصل لها ايه؟ تزيد، وتركيز الايونات هيقل. ماشي يا شباب؟ دي تجيلي ازاي في الامتحان؟ تيجي وانا برتب العناصر في سلسله جهود كهروكيميائيه عشان اعمل منها خليه ويطلب فيها اكبر قوه دافعه او افضل عامل مؤكسد او افضل عامل ايه؟ مختزل. يقول لي ايه؟ انا عندي ساق من الفلز اكس تستخدم في تقليب محلول واي ولا يحدث لها تآكل، يبقى الساق دي ما اتاكلتش، يبقى الفلز بتاعها اقل نشاط ولا اكبر نشاط؟ اقل نشاط. خلاص، يبقى الفكره كلها اللي انا بقوله من ساعتها ده عشان الجمله دي. طيب لما يجي يقول لي ايه؟ تم عمل ساق من الفلز واي، تم عمل ساق من الفلز واي لتقليب المحلول اكس، ها فتاكلت، يبقى هنا كده واي ده اكثر ايه؟ نشاط. ماشي يا جماعه كده؟ طيب احنا قلنا بقى اخر حاجه، هنا حراره ولا كهرباء؟ ها حراره وكهرباء. هنا في حراره، التفاعل بتاعنا طارد، مفيش تيار كهربي لان الالكترونات بتنتقل بشكل مباشر منين لفين؟ من الفلز الانشط الى ايونات الفلز الاقل نشاط. خلي بالكم من الكاميرا عشان تبص. خليه دانيال، كل اللي انا محتاج اعرفه عن خليه دانيال مكوناته. خليه دانيال بتتكون من نص ونص وقنطره بتربط ما بينهم الاثنين وسلك. كم مكون؟ اربعه. الأربع مكونات دول لو في حاجة، عليكم السلام طارق، لو في حاجة منهم مش موجودة أعتبر إن الخلية مش شغالة. الأنود التاكل يبقى مفيش خلية. أيونات النص بتاع الكاثود خلصت، يبقى كده الخلية مش شغالة. رفعنا القنطرة مش شغال. جبنا راسب وحطيناه في القنطرة مش شغال. خلاص يا جماعة الخير كده؟ يبقى حضرتك خلية دانيال محتاجين فيها ايه؟ محتاجين نعرف مكوناتها.
يلا يا باشا قول لي المكونات بتاعتك. انود، ها، كاسود، هنا ايه؟ قنطر. طيب وهنا يبقى ايه؟ سلك. مين يعمل لي اتجاه السلك؟ يلا، واتجاه انتقال الالكترونات في السلك. ايوه، من الانود لمين؟ للكاسود. تمام. طيب الانود ده مواصفاته ايه؟ هيبقى فلز اكثر نشاط في محلول من ايونات. فلز اكثر نشاط في محلول من ايونات. طب والكاسود؟ فلز اقل نشاط في محلول من ايونات، محلول يحتوي على ايونات، زي ما كان في خلية الدانيه. خرسين نشط في كبريتات خرسين، نحاس اقل نشاط في كبريتات نحاس. طب القنطره؟ لازم يا باشا يبقى فيها كاتيونات من فلز انشط، كاتيونات من فلز انشط من الاثنين اللي موجودين، كاتيونات من فلز انشط من الاثنين اللي موجودين. يعني ايه كاتيونات من فلز انشط من الاثنين موجودين؟ عندك هنا بيبقى فيه كاتيونات نحاس، والناحيه الثانيه كاتيونات ايه؟ خرسي. تروح للسلسله تجيب صوديوم، تجيب بوتاسيوم، ماشي؟ يبقى عندك كده ايه؟ كبريتات صوديوم، كبريتات بوتاسيوم. ماشي يا باشا كده؟ يبقى انت عاوز حاجه فيها صوديوم او بوتاسيوم. ليه صوديوم او بوتاسيوم؟ عشان يبقى انشط من الكاتيونات اللي موجوده في الاثنين. طيب المحلول الالكترولت بتاعك لازم يبقى له مواصفات خاصه، لا يتفاعل مع نصفي الايه؟ الخليه، ما يتفاعلش مع الكاتيونات اللي موجوده هنا ولا الكاتيونات اللي موجوده هنا، ما يرسبهمش، ما يعملناش مشكله. ما ينفعش تجيب كلوريد باريوم. ليه كلوريد الباريوم؟ لان الباريوم مع الكبريتات اللي موجوده في الناحيتين هيترسب، فالخليه بعد فتره ما عادش هتشتغل. ماشي يا جماعه الخير كده؟ طيب انا قلت لك اتجاه انتقال الالكترونات، مين شاطر يقول لي السهم ده؟ يا جماعه طبعا احنا بقى نبقى شغالين في الخليه من تحت. السهم ده بيعبر عن حركه ايه؟ والسهم ده بيعبر عن حركه ايه؟ شوف راس السهم راحه فين؟ راحه ناحيه الكاسود، يبقى دي اسمها ايه؟ كاتيونات. طيب والتاني هيبقى مين؟ انيونات. طيب يلا يا باشا بقى نتكلم على الانود ومواصفاته. الانود قلنا هيبقى ايه؟ فلز نشط، ماشي كده؟ او اكثر ايه؟ نشاط. بيبقى يفضل ان هو يكون في السلسله من فوق. طب سؤال يا استاذ، لو انا جبت فلز من السلسله من تحت ما ينفعش يبقى انود؟ ينفع يبقى انود، بس الفلز اللي يكون تحت منه. يعني جبت نحاس يبقى معاه فضه، خلاص، هما الاثنين تحت الهيدروجين، بس جبت نحاس اقوم جايب عنصر من اللي تحت، خلاص كده؟ يبقى انت عاوز فلز ايه؟ نشط، او فلز اكثر نشاط. الفلز ده يبقى في محلول من ايونات. الفلز ده يبقى جهد اكسدته عالي، وجهد اختزاله ماله؟ منخفض، خلاص كده؟ جهد اكسده بالموجب يفضل، وجهد اختزال بالايه؟ بالسالب. طيب ما ينفعش جهد اكسده بالسالب؟ ينفع زي ما قلت لك، بس يكون اللي تحت سالب واقل منه. ماشي يا باشا كده؟ طيب ده هيكون ايه؟ فلز اقل ايه؟ نشاط. طيب هنا شويه حاجات بقى تخلي بالك منهم. انا عندي خليه دانيال، قلنا اللي موجود عندنا مين؟ خرسيه، وهنا هيبقى مين؟ نحاس. يجيب لي سؤال يقول لي لو انا استبدلت الخرسين بالمغنيسيوم، اروح لسلسله الجهود الكهروكيميائيه واشوف المغنيسيوم فين، هلاقي المغنيسيوم فوق الخرسين. اقوم رايح عامل ترتيب كده، ادي مغنيسيوم تحته بشويه خرسين، والنحاس تحت منهم الاثنين. انا دلوقتي زودت المسافه ولا قللتها؟ زودتها. فتقوم الاي ام اف تزيد. طب هو كان جايب لي الاي ام اف في خليه دانيال 1.1، يبقى الاي ام اف في الخليه الثانيه هتزيد عن 1.1. طب افرض انا شلت الخرسين ورحت حاطط حديد، الحديد تحت الخرسين، الاي ام اف يحصل ايه؟ هتقل، تبقى اقل من 1.1. خلاص يا جماعه الخير؟ طيب ركز معايا كده، انا هشيل النحاس واستبدله بفضه في خليه دانيال. طب ادي المسافه ما بين الخرسين والنحاس، ودي كده المسافه ما بين الخرسين والايه؟ والفضه. المسافه زادت ولا قلت؟ زادت. يبقى الاي ام اف تزيد ولا تقل؟ هتزيد. خلاص يا جماعه الخير كده؟ يبقى حضرتك عرفت بتتعامل ازاي مع خليه دانيال. طيب سلسله الجهود الكهروكيميائيه
ايه علاقتها بدول؟ ها، سلسلة الجهود الكهروكيميائية هي اللي تخليني اعرف مين انود ومين كاثود. العناصر المتقدمة بتبقى انود، والعناصر المتأخرة بتبقى كاثود. العنصر اللي فوق بيكون انشط، والعنصر اللي تحت بيكون اقل نشاط. سلسلة الجهود الكهروكيميائية بتحدد لي مين يحصل له اكسدة، مين يحصل له اختزال. الاكبر جهد اكسدة انود، والاقل جهد اكسدة كاثود. الاكبر جهد اكسدة انشط يتاكل، والاقل جهد اكسدة يترسب. يحصل لايوناته ايه؟ اختزال ويترسب. خلاص يا جماعة الخير. الاكبر جهد اكسدة بيطلع منه الكترونات وكاتيوناته بتتحرك ناحية الكاثود، والاقل جهد اكسدة بيطلع من عنده الانيونات وتتجه نحو القنطرة، او تتجه للقنطرة عشان تتحرك نحو الايه؟ الانود. خلاص يا جماعة الخير كده. الاكبر جهد اكسدة قلنا كتلته بتقل والتركيز محلوله بيزيد بمرور الزمن. الاقل جهد اكسدة العكس، الكتلة بتاعته بتزيد وتركيز محلوله بيقل بمرور الايه؟ الزمن. القنطرة وظيفتها تنقل كاتيونات وانيونات عشان تعادل الشحنات، والسلك فوق بينقل الكترونات. السلسلة بقى بتحدد لي مين ينفع انود، مين ينفع كاثود. مين لو انا عندي مثلا اربع عناصر، اربع عناصر A وB وC وD، وهما ايه اللي يا جماعة الخير؟ خلي بالك في نص السؤال بتكرر في كل الكتب وفي كل الامتحانات، عندك ثلاث عناصر A وB وC، دول هنتحطوا في محلول حمض الهيدروكلوريك فتفاعلوا معاه وتصاعد غاز الهيدروجين، يبقى الA والB والسي دول بيسبقوا مين؟ الهيدروجين. اكتبهم كده واقوم رايح حاطط ايه؟ اتش. طيب هما مترتبين؟ قال لي لا، هو قال لي الاي والبي والسي اتحطوا في محلول حمض الهيدروكلوريك فتصاعد غاز الهيدروجين، يبقوا هما الثلاثه انشط. انا افضل ان انا اكتبهم على خط واحد كده، ايه وبي ومين وسي، وابدا اشوف. يقول لك ايه؟ عند وضع ساق من الفلز ايه في محلول كل من بي وسي تأكلت، يبقى الايه انشط منهم الاثنين. خلاص كده يا جماعه. وعند وضع ساق من السي في محلول البي والاي لم تتآكل، يبقى السي اقل منهم ايه؟ نشاط. يبقى الترتيب بتاعي زي ما هو كده. خلاص يا جماعه الخير. طيب ويقول لي بقى الدي لما حطيناه في محلول الاتش اس ال ما تفاعلش، يبقى هو اقل من الهيدروجين. خلاص يا جماعه نخلي بالنا من الكلام اللي بيتقال. طيب ممكن يجيب لي خليه مكونه من A وB، وخليه مكونه من A وC، والA انود في كل منهما. خليه مكونه من ايه؟ من A وB وA وC، تمام كده؟ والA انود في كل منهما، يبقى الA انشط منهم ايه؟ الاثنين. يبقى كلمه انود في كل منهما دول يبقى ايه؟ انشط منهم الاثنين. خلاص يا جماعه كده. طيب لما يقوم جاي يقول لي ايه الاي ام اف عندي هنا بتساوي مثلا 2.5، والاي ام اف مثلا هنا كده هنخليها 3.5 مثلا، مع ان دي مش موجوده، تمام يا جماعه كده. ويطلب مني ايه؟ دي هنطرحهم الاثنين من بعض. خلاص مشيها بمبدا انت واخواتك. يعني احنا مثلا لو قلنا عندنا ثلاثة اخوات في عيلة واحدة، حسن وعبد الله ووفاء، الفرق بين حسن وعبد الله سنتين عشان يبقى وائل حسن عبد الله، ماشي كده يا جماعة؟ والفرق ما بين حسن ووفاء بيبقى 7 سنين. ها اذا عبد الله ووفاء كان الفرق بينهم كام؟ 5 سنين. مشيها بالمبدا ده يا جماعه. خلاص انا مش دعوه بحد، مش سيره حد، وبعدين لما تيجي في وائل احسن ما تيجي في حد تاني. يبقى سلسله الجهود الكهروكيميائيه عباره عن ايه يا جماعه؟ ها عباره عن ايه؟ ترتيب. الترتيب ده هو فادنا في الاثنين اللي فاتوا، ماشي. طيب وانت بتحسب الاي ام اف تحسبها ازاي؟ ها طرق حساب الاي ام اف، طرق حساب الاي ام اف.
هنقول له كده الايه ام اف بتساوي واحد فرق جهدي اكسده كبير ناقص صغير. ماشي، لو هو في المساله قال لي ايه وبي عنصرين تكافؤهم ثنائي، طب هو بيجيب لي التكافؤ ليه؟ ها، عشان واحنا بنكتب رمز الايه؟ الاصطلاح. طيب وانا ايه اللي جهد اكسده الاول وجهد اختزال الثاني؟ ها، انا دلوقتي بقى طالما جاب لي جهد اكسده وجهد اختزال هنقوم محولينهم، هنعمل ايه يا جماعه الخير؟ الجدول اللي انت متعود عليه. الجدول بتاعنا بيبقى فيه هنا كده ايه؟ انود، وبيبقى فيه هنا كده ايه؟ الانود بيحصل له عمليه ايه؟ والكاسود يحصل له عمليه ايه؟ غلط يا استاذ، مش الكاسود اللي بيحصل له اختزال. ايونات، بيحصل عنده اختزال للايونات. ماشي كده؟ طيب الانود ده بيبقى اكبر جهد ايه؟ اكسده، لو هو عاطلنا جهد اكسده. او هيبقى هنا اقل جهد ايه؟ اكسده. طب لو هو عاطلنا جهد اختزال يبقى هنا ده اقل جهد ايه؟ اختزال، وهنا هيبقى اكبر جهد اختزال. ماشي يا شباب؟ الانود بيخرج منه ايه؟ الكترونات، وبيخرج منه ايه؟ كاتيونات. ها، راح ناحيه مين؟ الكاسود. طيب الكاسود بيخرج منه ايه؟ انيونات، بتروح ناحيه مين؟ الانود. ده كده حضرتك حددت الانود والكاسود عندك. طيب عاوز احسب الاي ام اف. بص يا كبير، انت قلت هنا كده اكبر جهد ايه وهنا اكبر جهد ايه، هتقول له فرق جهدي الايه؟ فرق جهدي الاكسده كبير ناقص مين؟ صغير. يبقى الكبير ده ناقص اللي جنبه، او فرق جهدي الاختزال، بس تبدا من عند الاختزال، الكبير ناقص مين؟ الصغير. او مجموع الكبيرين اكبر جهد اكسده زائد اكبر جهد ايه؟ اختزال. طيب يبقى الاي ام اف يا جماعه الخير قلنا بتساوي ايه؟ جهد اكسده الكبير يعني مين؟ ها، ناقص جهد اكسده الصغير اللي هو مين؟ الكسر. عندك هنا الاي ام اف هتساوي، هبدأ بالاختزال، يبقى جهد اختزال مين؟ الكاسود، ها؟ ناقص جهد اختزال مين؟ الانود. ها، لو انا عندي بقى جهد اكسده وجهد اختزال، جهد اكسده الانود وجهد اختزال الكاسود، نبقى نعمل ايه؟ نجمع. يبقى الاي ام اف بتساوي ايه؟ جهد اكسده الانود زائد جهد، تمام، يبقى الاي ام اف بتساوي جهد اكسده الانود زائد جهد اختزال الكاسو. تمام يا شباب كده؟ ده كده بالنسبه للاي ام اف وازاي بنعرف نوصل له. طيب احنا محتاجين ناخد تدريبات على الكلام ده. كام سؤال كده على اللي احنا قلناه من كتاب التفوق. بص يا حاج، بقول أي مما يلي لا يتضمن انتقال الكترونات، يعني لا يتضمن أكسدة واختزال. طيب هنا يا جماعة الخير ده كان بسالب 2، ده بموجب 2، هنا ده هيبقى بموجب 3، يبقى كده حصل انتقال إيه؟ الكترونات، فده عملية أكسدة، فيها انتقال الكترونات. هنا طبعا لو جيت أحسب عدد تأكسد الكروم، هنا عدد تأكسد الكروم في الثاني كرومات موجب 7. وانت عارف ان هو بموجب 7، ليه بقى؟ هيبقى هنا كده 2 في الكروم اهو زائد 7 في سالب 2 هيبقى بسالب كام؟ 14. كل ده يساوي الناحيه الثانيه سالب كام؟ 2. هتعدي سالب 14 تبقى موجب 14، هتشيل منهم سالب 2 يبقى موجب كام؟ 12. موجب 12 هنا يبقى ديت بموجب كام؟ 6. معلش مفيش كروم بموجب 7، يبقى موجب كام؟ 6. ها، هنا نفس الكلام، ده هيبقى سالب 2 في كام؟ سالب 2 في 4 بكام؟ ب 8. هتعدهم الناحيه الثانيه وتشيل منهم سالب 2 بعكس الاشاره، يبقى بموجب كام؟ 6. يبقى ده ما بيتضمنش انتقال الكترونات، فيبقى ده الاختيار بتاعنا. خلاص؟ كمل بعد كده هتلاقي في اكسده وايه؟ واختزال. طيب طبقا للتفاعل اللي قدامي ده، تعالى كده حضرتك تبص على التفاعل، مين حصل اكسده ومين حصل له اختزال؟ الاكس من صفر لموجب 3 كده حصل له عمليه ايه؟ يبقى هنا كده ينفع ايه؟
انوي ويبقى عامل ايه؟ مختزل. طيب هنا الواي اتحول من واي موجب 2 لواي بايه؟ الصفر. خلي بالك يا عم حصل له كده اختزال، تمام كده؟ يبقى عامل ايه؟ مؤكسل. طيب انا عاوز اعمل الرمز الاصطلاحي بالمره وانا هنا. الرمز الاصطلاحي ممكن تكتبه بسهوله. انت عندك الاكس فريز ثلاثي التكافؤ، تمام؟ يبقى الاكس اتحول من صفر لموجب كام؟ 3 اهو. والواي اتحول من موجب كام؟ من موجب 2 لواي بايه؟ بصفر. خلاص كده؟ طيب عشان اوزن، عشان اوزن بعمل ايه؟ باوزن الثلاثة باثنين، والاثنين باوزنها بكام؟ بثلاثة. فالرمز الاصطلاحي لو الخلايا موزونة هسهل لك موضوع الرمز الاصطلاحي. قالها بقى كده عنصر تكافؤ ثلاثي وعنصر تكافؤ ثنائي، فانت المفروض بتكتب الاول وبعد كده بتوزن زي ما انا عملت دلوقتي. طيب بيقول لي هنا يمكن استنتاج ان العنصر اكس يلي واي في السلسلة. لا ده اكس انشط يبقى يسبقه، يبقى ديت غلط. طيب هذا التفاعل يمكن حدوثه في خليه جلفانيه. ايوه التفاعل كده تفاعل ايه؟ تلقائي. ماشي؟ طيب هذا التفاعل يمكن حدوثه في خليه جلفانيه. ماشي. طيب يتوقف عمل الخليه الجلفانيه المكونه من اكس وواي عندما تنضب الاكس موجب 3؟ لا العكس، يتآكل الاكس وتنضب ايونات مين؟ الواي. ماشي يا جماعه كده؟ طيب يبقى ده كمان غلط. يمكن زيادة الـ EMF في الخلايا الجلفانية المكونة من X وY عند استبدال محلول القنطرة. ها قلنا الـ EMF تتوقف على مين؟ على جهدي القطبين. يبقى الاختيار بتاعنا هيكون مين؟ ده. السؤال اللي بعده وعاوزك تركز فيه لأنه سؤال مهم وحلو. هنا بيقول لك الـ A ها سالب اكتسب الكترون، يبقى ده بنسميه E reduction اختزال. طيب وهنا برضو اكتسب الكترون يبقى ده ايه؟ ريدكشن. ده كله اكتساب الكترونات يبقى كلها ايه يا جماعه الخير؟ اختزال. هنا جاب له جهد الاختزال وانا مش عاوز اغير حاجه، هبدا اقول له ايه؟ ادى السلسله، تمام؟ الاقل جهد اختزال هيبقى فوق والمفروض يبقى عندي هيدروجين، وهنا كده هيبقى الاكبر جهد ايه؟ اختزال. ممكن تشيل الهيدروجين عشان ما اتذكرش عندي. خلاص كده يا جماعه؟ عاوز تغير وتشتغل جهود اكسده مفيش مشكله. الراجل بيقول لي ايا مما ياتي يعطي اكبر قيمه للاي ام اف، جابها اكسده، جابها اختزال، الفرق ما بين اكبر كبير واصغر صغير. يبقى اكبر اي ام اف بتبقى ايه؟ اكبر فرق ما بين مين؟ اكبر كبير واصغر صغير، لو كلهم اكسده او كلهم ايه؟ اختزال. طيب فين اصغر حاجه؟ وخلي بالك عشان ديت في ناس كتير بتقع فيها. اصغر حاجه هتشوف دور على سالب، يلا هيبقى سالب 24 ولا سالب 1 32؟ ده الاصغر. خلي بالك الاصغر ده ها الاصغر ده هيبقى ايه؟ انود. اصغر جهد اختزال هيبقى ايه؟ انود. ماشي يا جماعه كده؟ وفين الاكبر بقى؟ هيبقى مين؟ 1 32 ولا 65؟ 1 32. طب هتحلها ازاي؟ الـ AMF بتساوي ايه يا شباب؟ ها؟ جهد اختزال الكاسود ناقص جهد اختزال الانود. يبقى ده اهو ناقص ده اهو، هيبقى 1 32 ناقص ناقص 1 32 هيبقوا 2 64، وديت هتبقى اكبر. خلاص يا جماعه كده؟ يبقى اكبر قوه دافعه لو جاب له جهد اختزال، الفرق ما بين اكبر كبير واصغر صغير، جاب جهود اكسده برضه اكبر كبير واصغر صغير الفرق ما بينهم، وبتاخد الكبير ناقص مين؟ الصغير. خلاص كده؟ طيب جابها لي بقى كوكتيل، شويه اكسده وشويه اختزال، اعمل الجدول بتاعي واشتغل على جهود الاكسده او جهود الاختزال. ماشي يا جماعه كده؟ وارتبهم يفضل يعني. ده اللي انا اتكلمت عنه وانا بشرح. خلي بالك بقى. بقول لك هنا ايه؟ ثلاث اسلاك لعناصر مختلفه اكس واي زد. وضعت في محلول حمض هيدروكلوريك مخفف، تمام؟ فتفاعل اكس وواي. حلو، ادي الاتش، وقلت لك الاكس وواي حطهم على استقامه واحده لحد ما تقرا بقيه الايه؟ السؤال. ولم يتفاعل عنصر زد، يبقى الزد تحت ومفيش حد معاه بقى، خلاص؟ يبقى تحت الهيدروجين. وعند وضع العنصر اكس
في محلول يحتوي على ايونات الواي لم يحدث تفاعل، يعني اكس كان جاي له شلل ومش قادر يحل محل ايونات الايه؟ الواي، يبقى الاكس اقل والواي اعلى. كده انا رتبت تمام. بقول لي لم يحدث تفاعل، فان ترتيب هذه العوامل من حيث قوتها كعوامل مختزله، افضل عامل مختزل اكبر جهد اكسده بيكون في القمه من فوق، تمام كده؟ يبقى الواي اكبر من الاكس اكبر من الزد، او الزد اقل من الاكس اقل من الواي. اكتبهم كده واللي موجود اختاره. ها هتبقى مين؟ ب. تمام يا جماعه كده؟ يلا يا كبير. التفاعلات التاليه تحدث في خلايا جلفانيه في الظروف القياسيه، ظروف قياسيه عاديه. اكس زائد ايونات واي، حصل تفاعل تلقائي والاي ام اف بتاعتي موجبه، يبقى دي خليه جلفانيه عاديه. الاكس انود لواي، بص يا كبير رتب اكس تحت منه مين؟ واي. بعد كده الواي وهنا مين؟ الزد. الواي اتاكسد وتحول لايوناته، والزد حصل له ايه؟ ايونات الزد حصل له ايه؟ اختزال. اذا الواي انود لمين؟ انود لزد. تمام كده؟ يبقى ده الترتيب بتاعه. الاكس انود لواي والواي انود لمين؟ لزد. طيب هنا بيقول لك ايه حاجه؟ من التفاعلات السابقه تكون الاي بتاع الخليه دي اللي هي ما بين مين ومين؟ الزد انود لمين؟ انود لمين؟ الله، هي الزد تنفع انود لاكس يبقى تحتها؟ لما تبقى الخليه تحليليه، يعني الاي ام اف بتاعتها تبقى بالايه؟ بالسالب. تمام يا باشا؟ طيب هو الراجل عاطلنا دول بكام يا حبايب؟ عاطلنا الفرق ده بكام؟ 1 6 1 5. والفرق ده اهو بكام؟ 300 كام؟ 58 من. تمام كده؟ طيب هجمعهم الاثنين بقى، ليه؟ لان دول لوحدهم ودول لوحدهم، وانا عاوز الفرق ما بين اللي فوق واللي ايه؟ واللي تحت. هتجمع وتحط اشاره ايه؟ سالب. خلاص يا جماعه خير كده؟ واضح؟ لان لو ده انود وده كاثود هتبقى الاي ام اف بتاعتي بالموجب، ده هو عاكس، هتبقى كام غالبا؟ دال على خير الله، ما هي 1 9 كده تمام. شفتوا الاسئله؟ دي الاسئله العالي. بقول لك في الخليه الجلفانيه التي قطبها الومنيوم ونيكل، طالما ثم يبقى حضرتك ممكن تروح تحل من السلسله الومنيوم وايه؟ ونيكل. الومنيوم فوق النيكل تحت منه، خلاص؟ طيب يبقى هنا كده الالومنيوم فوق اهو والنيكل تحت. طيب هنا الاي ام اف بتاعتها هتبقى باشاره موجبه لان الالومنيوم هيحصل له عمليه اكسده، طيب والنيكل حصل له اختزال، والله كتر خير. عطلنا جهد اكسده الانود وجهد اختزال مين؟ الكاثود. لو انا قلت لك عاوز احسب الاي ام اف، هو عاطي اكسده وايه؟ واختزال، هتقول ما تحولش بقى، هتقول له الاي ام اف بتساوي ايه؟ جهد اكسده الانود زائد جهد اختزال الكاثود، وتروح جامع دول مره واحده. طالما عطلنا انود وكاثود خلاص، وعطلنا اختزال وايه؟ واكسده، يبقى الاي ام اف هنا هتساوي 1 وكام؟ توكلنا على الله. طيب بيقول الالومنيوم فاي مما قال يعتبر صحيح؟ الالومنيوم يعتبر انود، ايوه، وقيمه الاي ام اف موجبه، تمام. الالومنيوم يعتبر كاثود؟ لا. النيكل يعتبر انود؟ لا. النيكل يعتبر كاثود والقيمه سالبه؟ لا. ادي الاسئله يا جماعه، ماشي؟ هتحل من الواقع، تحل من الدليل، تحل من التفاوض، تحل من الامتحان، هتحل من اي كتاب. طالما حضرتك فاهم هتحل وهتلاقي نفس الافكار. نركز، ها، ادرس التفاعل التالي. بص يا حاج، حدد قيم اعداد التاكسد بتاعتك عشان تعرف الانود والكاثود. يلا انت عندك هنا النيكل اهو، اتحول من كام؟ من نيكل بموجب كام؟ 4. ليه؟ عشان هنا الاكسجين سالب 2 في 2 بسالب 4، يبقى اللي جنبه بموجب. خد بعضك وروح الناحية التانية، الهيدروكسيد بسالب 1 في 2 يبقى بسالب 2، يبقى ده بموجب 2، من موجب 4 لموجب 2 حصل له على خيرة الله.
تمام. الحديد بقى اتحول من صفر لحديد بموجب كام؟ 2. يبقى كده حصل له عمليه ايه؟ خد بعضك وروح سلسله الجهود الكهروكيميائيه وشوف مين فوق ومين تحت. لقيت الحديد فوق والنيكل تحت، هتبقى الخليه بتاعتنا ها خليه غير تلقائيه. هو هنا دلوقتي يا جماعه خليه تلقائيه لان الحديد حصل له عمليه ايه؟ اكسن. افتح كده على سلسله الجهود الكهروكيميائيه اللي معاك قبل ما تبص على السطر الثاني لان هو عطى لي الجهود برضه. ماشي؟ افتح بس كده سلسله الجهود بتبقى موجوده في المفاهيم. ها الحديد فوق والنيكل تحت. افتح ها الحديد اعلى صح؟ يبقى الحديد فوق والنيكل تحت، يبقى الحديد انود والنيكل هيبقى كاثود، فبالتالي الخليه بتاعتها هتبقى خليه تلقائيه فغير وغير ديت تشيلهم. تمام؟ طيب هتيجي بقى تحسب لي الاي ام اف. الاي ام اف بتساوي ايه؟ بص كده في المعطيات بتاعتك ها؟ عاطلنا هنا الحديد اتحول من حديد بصفر الحديد موجب 2، يعني كده ده جهد ايه يا جماعه الخير؟ اكسده. طيب وهنا عاطلنا جهد اختزال كتر خيره لانه اقل من موجب 4 لحد كام؟ لحد كام؟ موجب 2. يبقى هو عاطلنا جهد اكسده وجهد اختزال. هحسب الاي ام اف ازاي؟ هنجمع الاثنين، اجمع 88 زائد. تمام يا جماعه كده؟ وبعدين يا جماعه الخير لو انا قلبت دهون باشاره سالبه عشان ابقى جهد اكسده هيطلع ايه؟ هيبقى ده اكبر منه في جهد الاكسده. تمام؟ يبقى دلوقتي حضرتك ممكن تشتغل على السلسله اللي موجوده في المفاهيم، ممكن تشتغل على المعطيات وتخلص نفسك. ده هيبقى 88 و 49 من 100 تبقى الناتج كام؟ كام؟ 1.37. تمام. طيب تعالى كده هنا بقى خلي بالك وركز. بيقول لي هنا ايه؟ سي ال 2 كان بكام؟ اتحول لكام؟ ها يبقى هنا الكلور حصل له عمليه ايه؟ اختزال. ها اليود كان بكام؟ سالب 1 تحول لصفر زاد، يبقى كده حصل له عمليه ايه؟ اكسده. بيقول لي هنا اي من المعادله دي اي من اللي يعتبر ايه؟ صحيح. وخلي بالك في بعض الاسئله يقول لك ايه؟ مش صحيح. السي ال 2 عامل مؤكسد اقوى من الاي 2. هو السي ال 2 حصل له عمليه ايه يا جماعه؟ اختزال. يبقى عامل ايه؟ مؤكسد. ماشي؟ يحصل له اختزال يبقى هو افضل عامل ايه؟ مؤكسد من الاي 2. طيب يختزل الكلور ويكتسب الجزيء، هيختزل ويكتسب الكلور 2 مول من الالكترونات. الكلور حصل له اختزال وهيكتسب 2 مول من الالكترونات. ها دي كمان صح. مش الكلور هنا حصل له اختزال؟ ها مش الكلور حصل له اختزال؟ طيب وهيكتسب 2 الكترون. طيب يبقى الجمله دي كمان صح. صح صح قوي. تمام. خلي بالك بقى هنا بيختزل مين؟ حلو حصل له اختزال. ويكتسب مين؟ المفروض 2 الكترون مش 2 مول. يكتسب مين؟ 2 الكترون. طب لو قال لي ويكتسب مول جزيء يبقى المول جزيء بياخد 2 مول الكترون. خلاص؟ يبقى ده خطأ عشان ايه؟ مول. ماشي؟ كمل. تتأكسد ايونات البوتاسيوم، لا ايونات البوتاسيوم ثابتة. موجب 1 هنا وموجب 1 هنا. تتأكسد ايونات اليودايد. ايونات اليودايد اهي من سالب لصفر. ويفقد الجزيء الكترون. لا الجزيء بيفقد كام الكترون؟ 2 الكترون. لان الجزيء بتاع اليود هيبقى ايه؟ اي 2، يعني عباره عن ايه؟ ذره وذره. وكل ذره منهم هتفقد ايه؟ او ايون. ها 2 ايون هيفقدوا 2 الكترون. ماشي يا جماعه الخير؟ ويفقد الايون، المفروض اللي بيفقد هنا بيفقد الايون مش الجزيء. السؤال رقم 9. هنخلص بس السؤالين دول يبقى عملنا حاجه، احنا بقى لنا حصه شغالين في 10 اسئله. الشكل المقابل بيمثل جزء من السلسله الكهروكيميائيه. اذا علمت ان زد عامل مختزل يبقى انود يحصل له عمليه ايه؟ اكسده. الله بص يا باشا كده
بص بس كده للترتيب اللي هو جايبه. ها هو بيقول لك مين عامل ايه، يعني يحصل له ايه، وهو تحت كده يبقى غصب عن ضغطين عليه خلاص كده، يبقى الخليه بتاعته خليه ايه، تحليليه غير تلقائيه. ها يبقى هنا كده بيقول لي اضعف عامل مختزل اضعف من النحاس. هو النحاس فين؟ النحاس بيكون تحت الهيدروجي وعامل مختزل اضعف من النحاس، يبقى هو تحت كمان مين؟ طيب يبقى تعالى نكمل بقى كده. بيقول لي هنا التفاعل التالي ها اي من ياتي بغير ايه؟ صحيح. بيقول التفاعل التالي يمكن ان يحدث في خليه الزئبق. ها ادى الاكس ده ممكن يبقى زئبق على فكره. ها ماشي هو زئبق، ما هو اللي تحت النحاس زئبق. طيب والزد موجب اتنين، مين الزد موجب اتنين؟ الاكس ده اللي هو مين؟ الاكس ده اللي فوق، الاكس اللي فوق، الاكس ده ممكن يبقى خرسيه ماشي، والزد هيبقى زئبق. ها الاكس خرسين، الاكس فوق ممكن يبقى خرسيه، والزد تحت النحاس اللي تحت النحاس هيبقى زئبق ماشي. يبقى هنا كده الخرسين ها هيحصل له عمليه اكسده، وايونات الزئبق يحصل لها عمليه ايه؟ اختزال. يعني التفاعل ده صح ماشي، هو عاوز الغير صحيح. يمكن الحصول على طاقه كهربيه عند وضع الفلز اكس اهو في ايونات في محلول واي. لو تفتكر اول حاجه قلناها في الحصه ان لما يبقى عندي ساق من فلز محطوطه في محلول فلز اخر اقل منه نشاط ها بيطلع حراره ولا كهرباء؟ قلنا حراره اي، كهرباء لا، يبقى هنا كده مفيش ايه؟ كهرباء. طيب يبقى هي ديت اللي احنا عاوزينها، لان هو بيدور على مين؟ الغير صحيح. طب كم الحصول على اكبر اي ام اف من هذه العناصر نكون خليه انودها، ايوه انودها الاكس وكاثودها مين؟ اكبر كبير واصغر صغير. طيب كمل. يمكن استخدام الاتش اللي هو الهيدروجين في عمل خليه جلفانيه يكون فيها جهد اختزال الهيدروجين القياسي لا يساوي ايه؟ صفر. اه ممكن. زي مين؟ خليه الوقود كان جهد اكسدته 83، جهد اختزاله سالب 83%، ماشي كده؟ طيب يمكن استخدام محلول كبريتات البوتاسيوم K2SO4 كمحلول الكتروليتي في القنطره. الشرط اللي انا قلته موجود ان الكاتيون بتاعه بيكون انشط من الكاتيونات الموجوده في نصفي الخليه، اه زيه زي الصوديوم. في القنطره الملحيه المستخدمه في الخليه الجلفانيه المعبر عنها بالرمز الاصطلاحي، هنا خلي بالك هو عاوز يشتغلك على مين؟ على الكبريتات. الكبريتات بيرسب الكالسيوم صح؟ وبيرسب النحاس؟ لا هو محلول كبريتات نحاس بس بيرسب الكالسيوم، فما ينفعش كبريتات كالسيوم رسب لونه ايه؟ ابيض. طيب الكبريتات بيرسب الرصاص ينفع؟ ما يصحش. ها الكبريتات بيرسب الخرسين؟ لا ده انا عندي محلول كبريتات خرسين ومحلول كبريتات مغنيسيوم ما بيرسبش. طيب بيرسب هنا مين يا جماعه الخير؟ باريوم. ضربت باب تاني بباب رابع. دول اول 10 اسئله في كتاب التفوق اللي الناس بتخاف منه.